هنروح مع حضراتكم لتقرير آخر عن مهرجان الطبول، الرقص على إيقاع التعايش. دي الاحتفالية الكبرى للتفاعل ما بين الشعوب والثقافات واللي بتستضيفها القاهرة التاريخية. المهرجان بيهتم كمان بعرض التراث الثقافي للدول المشاركة من خلال الحرف التراثية والملابس وكمان الرقصات الشعبية. أجواء مبهجة رجعت مرة تانية لشارع المعز لدين الله الفاطمي، وتحديدا هنا في مسرح السور الشمالي بقاهرة المعز، اللي بيستضيف مع غيره من الأماكن التراثية مهرجان الطبول في نسخته التاسعة. 43 فرقة موسيقية مختلفين في الأصوات والفنون الشعبية، لكنهم مجتمعين على شعار المهرجان حوار الطبول من أجل السلام. هنا أجواء كرنفالية بتجمع ما بين الأزياء الرسمية والفنون الشعبية وكمان الأماكن الأثرية التاريخية. عايزين تبسطوا أكتر وتعيشوا الأجواء؟ يلا بينا. المهرجان يسرح له تعاملات معاكم مصاروا يسرح له، يعطيكم الصحة خاطركم يسرح لوين معانا في كل شيء، في تعاملات معانا، في الكلام، في التصرفات، في كل شيء. الفرق الاخرين الكلهم زاد يعطيهم الصحة. يسرح له جو ياسر مش نورمال، الجمهور ياسر محليه، ياسر محليه، يعطيكم الصحة. طالبة في مدرسة الدرب الأحمر للفنون شاركنا في المهرجان. احنا ست بنات عملنا تراك ويا رب يعجبكم. يعني احنا كمدرسه بنعزف الات، في الات نحاسيه وفي الات ايقاعيه، بس انا بعزف ايقاع. حابه اوجه رساله، يا رب تكونوا انبسطتوا من المهرجان وقدمنا لكم حاجه تفرحكم. احنا مجهزين عروض على دبكه فلسطينيه، اغنيه فلسطينيه. اوجه رساله للعالم انه احنا لازم نكون كلنا يعني سوا ونندمج مع بعض ونوقف الحروب في اي مكان. يعني هذا المهرجان معمول عشان كل الثقافات والشعوب تندمج مع بعض. زي ما انت شايف في كتير اكتر من دوله واكتر من فرقه واكتر من ثقافه، فزي ما كل الثقافات مدموجه مع بعض كلها سوا وكلهم مندمجين سوا، فلازم نكون برضو احنا هيك باقي الشعوب مش فقط المهرجان. بصراحه تنظيم اكثر من رائع، ويعني شيء كبير ان مصر تستضيف المهرجان هذا. مصر تعتبر يعني ام الدول العربيه مش ام الدنيا فقط. بمثل فريق شباب الجيزه، وانا النهارده لسه هنقدم ونمثل فريق شباب الجيزه، ودي حاجه عظيمه ان احنا نمثل محافظتنا. ناويين نقدم ان شاء الله في رقص البنات اللي اسمها يا بدلته، وان شاء الله هتشوفوها. اعتقد ان المهرجان مبهج وجميل جدا، وايضا عروض الدول الاخرى رائعه للغايه. من الممتع انك ترى هذا التنوع الثقافي من كل ارجاء العالم. احنا بالفعل قدمنا العرض الخاص بينا، وهو مزيج من طبول مختلفه وبيدعى التاباسكو. استمتعت بالتعرف على ثقافات مختلفة من العالم من خلال هذا المهرجان الرائع.